جهاز للتنفس الاصطناعي مغربي الصنع في نموذجه الأول يخرج لحيز الوجود بتعليمات ملكية إلى جانب جهاز قياس درجة الحرارة عن بعد. منتوجان ضمن أخرى تسهر على تتبعها وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وكذا وزارة الصحة. عبد الفتاح مؤمن وربورتاج. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتعبئة كافة الإمكانيات لمواجهة فيروس كورونا، عملت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على توحيد جهود عدة فاعلين من أجل تصميم وإنتاج جهاز للتنفس الاصطناعي مغربي الصنع. 20 باحثا ومهندسا ومصنعا تمكنوا من اخراج هذا النموذج الاول للوجود في افق استكمال كل تجهيزاته مستقبلا. الطريقه باش خدمنا هذا ليكيبمون هي بواحد الطريقه مغربيه باش نلقاو كاع لي كومبوزون ولا ماتيير بروميير تكون في المغرب باش نحاولوا نصاوبوا هذا البرودوي في اقرب وقت. دونك هذا مع لي سوسيتي ديال الايرونوتيك مع لي زونيفرسيتي لي ان بي تي لي ام سي بي وهذا سمعناه autour d'un cluster باش خدمنا هاد لو برودوي. هذا ممكن له يخدم نون ستوب فين ما حطيتيه او في في الباديه ولا في المدينه كومبليتمون دو مانيير كومبليتمون اوتونوم واش سور باتري او لا برانشي في الالكتريسيتي في الضوء ويخدم حتى 3000 ساعه متبعه. جهاز قياس درجة الحرارة مغربي الصنع هو الآخر يساعد على قياس درجة الحرارة عند مداخل المؤسسات والإدارات لاكتشاف حالات محتملة للإصابة بفيروس كورونا. هذا الديتكتور كيعبر الحرارة ديال المريض بسرعة بلا ما نديرها له في فمه ولا في دونك كيعبر بواحد الديتكتور اللي كياخذ الأشعة انفراروج وكي كيحولها لواحد المعلومه اللي كتعطينا الدرجه بسرعه. في اي حاجه اللي بغيتي تعرف عليها الحراره ديالها كون شي حاجه سخونه ولا شي حاجه بارده ولا خصو ياخذ شي حاجه اللي عندها واحد الحراره مضبوطه كيعطيك الحراره ديالها بسرعه. الخدمه ديالنا هي تنظيم هذه المبادرات اللي كاينين اللي داروا في هذا الاطار ديال الكوفيد 19 وحنا الدور ديالنا هو نخترعوا ريسبيراتور يكون ريسبيراتور مغربي ونصنعوه بكل الكفاءات اللي كاينه هنايا في المغرب. خدمنا مع القطاع صناعه الطيران وحتى الجامعات كاملين وهاد اللي شيخ اجتهدوا معنا باش يخترعوا هاد الترمومتر انفراروج ماروكان وحتى الريسبيراتور ماروكان وكنتمناو ان شاء الله شي اختراعات جداد هما غيكونوا في المارشي بيانتو ان شاء الله. هي الصيغة الأولى فقط لهذا المنتوج المهم في علاج المصابين بمرض كوفيد 19 حيث سيتم تطويره بشراكة مع وزارة الصحة في أفق إغناء تجهيزاته وجعله قادرا على أداء مهام متعددة في مختلف مراحل العلاج.